السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في جميع أرجاء الوطن العربي. جيت النهاردة في قناة الصحة والجمال علشان أعرض على حضراتكم بعض المشاكل والموضوعات اللي احنا بصددها الآن، اللي هي خدت عنوان للبرنامج ما بين الواقع والأمل. فهتكلم بإيجاز كده كأصدقاء وأحبة وموجودين علشان أبسط وأوصل الصورة لإخواتي وأهلي وحبايبي في جمهورية مصر العربية، تكون مبسطة وميسرة وسهلة وسهلة الاستيعاب. فمش هنلجأ للغة العربية والبرنامج علشان أغلب أهلي، أنا راجل صعيدي واغلب اهلي صعيده، وعشان اقدر اوصل لهم وابسط لهم المعلومه، فاحنا هنحكي مع بعض كاصدقاء واحبه قاعدين في مكان، في دوار، في منظره، في صالون. فالمواضيع اللي هتطرق اليها النهارده عده موضوعات. موضوع قانون التصالح اللي كنا بصدده في الايام السابقه الماضيه، واللي اخذ لغط كثير في الشارع المصري، والبناء على الأرض الزراعية. احنا كمواطنين ودولة تربطنا علاقة، الدولة المواطن او الدولة، الاثنين في واجبات وحقوق، كل طرف له واجبات وعليه حقوق. فقلنا بلاش نبني على الأرض الزراعية وزعلانين وحصل لغط كتير في الشارع. طب نبني ازاي على الارض الزراعية اللي هي تمثل الامن القومي، مش عاوز اقول ولا الاستراتيجي. موضوع الغذاء والامن الغذائي في مصر يمثل قضية امن قومي. عاوزين نبني احنا على الارض الزراعية، نلاقي فين القمح واحنا من اكبر دول العالم المستوردة للقمح؟ نلاقي فين قلقاس، بطاطس، السبانخ، الفاصوليا، البتنجان، الطماطم، الغذاء نلاقيه فين لما نبني على الارض الزراعيه؟ طيب والمواطن اللي في النجع واللي في القريه يقول لك طب وانا اسكن فين؟ وانا اسكن فين؟ هنبني عليها ازاي وهي المفروض ان احنا اللي بناكل منها وتمثل امن قومي لينا؟ ننتظر الدكتور حمام عبدين الصديق النائب ماشي. الو 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 يا دكتور. ايوه يا فندم. يا سياده النائب، اهلا بحضرتك. معانا العميد النائب الدكتور محمد حمام عبدين الدجيشي، النائب السابق وعميد كليه الزراعه بجامعه اسيوط. بنتكلم بصدد البناء على الارض الزراعيه يا دكتور. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم مع حضرتك. ماشي يا دكتور، بنتكلم بصدد الارض الزراعيه، ايه الحلول اللي شايفها حضرتك واللغط اللي حدث في الشارع في الايام السابقه ما بين الدوله والمواطن، والقوانين ايه والوضع ايه اللي احنا ممكن نحل بيه المشكله في هذا الامر؟ طب انا اشكر حضرتك على المداخله اخي العزيز استاذ ايمن الشراوي، وابن البلد الغيور على وطنه دايما في اسلوبه وحواره. ربنا يخليك. البناء على الارض الزراعيه يعني مشكله قديمه مش النهارده، والدولة يعني تصدت ليها بقوانين وتشريعات وامور كثيرة جدا تحد من هذا الامر، انما مع الاسف الشديد ما قدرناش نوصل لحل نهائي لهذه القضية. انما احنا كنا قبل كده طرحنا يعني حلول كثيرة، اهمها الخروج للصحراء، واهمها ان احنا يعني كان في ايام ما كنت في المجلس كان الوزير امين اباظه كنا بندي 100 متر لكل واحد عنده 5 فدادين نبني عليهم بيت لصالح الارض.
انما هذا الامر زي مشروع الخريجين الافدنه وعليها مساحه تساوي قيمه كام في الميه من مساحه الارض الزراعيه اللي هو يبني عليها ويعمل بها حوش لل بالضبط كان نسبه كان 5 فدان لهم 100 متر يعني للبناء عليه انما ده كان احد الحلول اللي لحد من عمليه الاهدار الارض الزراعيه الخصبه اللي احنا مش هنقدر نعوضها على المدى العصور اللي جايه. طبعا ده احنا عشان النهارده في اتفضل دكتور اتفضل الخروج للصحراء احنا عندنا النهارده في بروتوكول تعاون ما بين محافظه الوادي الجديد ووزاره التعليم العالي بتدي كل جامعه 1000 فدان للخريجين بحيث ان كل خريج في كليه الزراعه بياخد من 5 الى 10 افدنه وده يعتبر انا بعتبره نوع من التعويض للبناء على الارض الزراعيه لانه البناء على الارض الزراعيه كان يجب انه ياخد حل جذري طبعا ما نستناش لما الراجل او المواطن يبني 10 ادوار و15 دور وبعد ما يبنيهم نبدا نقول له ارى ازاله او نأسف على المقاطعه يا دكتور عشان وقت البرنامج واشكرك الدكتور حمام عبدين عميد كليه الزراعه جامعه اسيوط والصديق الغالي واخو صديقي رحمه الله عليه اللي هو محمد عبدين مدير امن الوادي الجديد شكرا شكرا. فطبعا اتكلمنا مع الدكتور حمام عبدين فانا بوجهه نظري المتواضعه البسيطه لقيت حل بسيط نقدر يكون وسط ما بين هذه القضيه ما بين ان احنا نحافظ على الارض الزراعيه وما بين ان احنا نقدر نسكن اللي هم اهل الريف والقريه والنجع والاماكن الريفيه ان انا بدل ما اجي ابني على الارض الزراعيه اخد لي 200 متر اسكن فيهم ويجي يبور شويه حواليهم زي 150 متر ويجي يعمل له طريق عشان يدخل للبيت زي 150 متر هنلاقي نفسه خد له 3 4 قراريط. طيب والتاني يجي اخوه او ابن عمه وخلينا في اخوه يقول لك عشان الولاد ما يتخانقوش مع بعض عشان لو هو لمؤاخذه عنده تربيه مواشي او طيور ما يخشوش في الحقل او الارض الزراعيه بتاعت اخويا ويحصل مشاكل يروح رايح في حته تانية من الغيط وياخد له نفس الوضع قراطين يسكن فيهم وارض حوالي قراط ونص بايرين حوالين منهم وحوالي قراط او قراط ونص يبقى بالنسبه كانه طريق ونلاقي الفدان ال 24 قراط سكن فيه زي 7 أو 8 افراد. طيب انا اقدر احل المشكله دي وارض الدوله وامن الغذاء ونرضى نفسها اجي مثلا اقول للدوله يا نظمي لي يا دوله ونطرح الامر ده ونقوله هنجيب الفدان ل 4000 متر ل 4000 متر ونروح نعملهم تقسيم ونرفقهم الاول تعمل لهم ترفيق الدوله من غاز كهرباء وميه اللي موجود والمتاح وتروح جايبه ال 4000 متر تعمل طرق وشوارع فيهم حوالي 1000 متر ويقعدوا 3000 متر ال 3000 متر نقسمهم لست عماير كل عماره 500 متر في 10 ادوار ويبقى التوسع راسي 10 ادوار في 5 شقق ب 50 شقه 50 شقه في 6 عماير ب 300 شقه يبقى اقدر واعمل الدور الارض والبدروم عباره عن حوش للماشيه والتسمين في الدور الارض والبدروم ويسكن في دول الصنايعي المهندس الدكتور التاجر الموظف ما يقعدش في الغيط وعلى رأس الغيط غير مين المزارع فقط أما بقية الأسرة تطلع وتبقى موجودة في هذا المكان. فده حل بسيط يبقى احنا أرضنا الطرفين. وبالنسبة لبقية الموضوع اللي برضو أخذ لغط في الفترة اللي فاتت اللي هو المخالفات يجي المقاول زعلان ويجي الدولة زعلانة ويجي المواطن الذي يقطن في شك في شقة زعلان. طب مين اللي غلطان علينا؟ طبعا لازم كان ان تكون الدولة تاخذ موقف حازم في هذا الامر لفساد المحليات في الفترة السابقة وطبعا بعض وليس الكل. فطبعا كان بالنسبة لبعض الفساد المحليات وكان بالنسبة لنا دايما مش قادرين نسيطروا على الموضوع ده اللي هو البناء المخالف واكتزاز السكان في اماكن مش قادرين نلاقي جراج نجرش العربية مش عارفين نطفي حريقة لو في الدور الستاشر ما عندناش الكهرباء والكابلات بتضرب الاسانسير مش شغال والمية مش طالعة الدور الرابع مش طالعة الدور الخامس والمرافق مش موجودة تعمل ايه الدولة؟ طب ما عايزين نتوسع افق وبلاش التوسع الرأسي. فيجي المواطن يبني عمارة هي اذا كانت 5 ادوار او 4 ادوار ترخيص يبني 12 دور 18 دور 16 دور ويبقى خالف الدولة والقوانين ذات نفسه مش فاتح ملف. نلاقي راجل بنى عمارة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشر عماير وعنده ملايين
وعنده عربيتين وعنده خير. نطلع فاصل. عدنا لحضراتكم مرة أخرى. طبعا يبقى إذن المخالفات بلاش منها، ونلاقي المواطن اللي يدفع الشقة يدفع جزء من المخالفات والتقنين عشان تبقى الأرض أو الشقة مقننة وياخد حقه والدولة تاخد حقها، ويبقى فيه توسع أفقي وبلاش التوسع الرأسي عشان نقدر نعيش. هنتطرق لموضوع تاني معانا، وهو موضوع مهم جدا وعنوانه صعيد بلا سقر. هنلاقي يا جماعة وأهل الصعيد بالذات إن الصعيد ده موضوع السقر في الصعيد خلف أم ثكلة وزوجة مترملة وأطفال يتامى ومجتمع متخلف. فطبعا عاوز أناشد أهل في الصعيد بلاش موضوع السقر. ما نعرفش احنا قد ايه المواطن اللي بيقتل او المواطن اللي بيسقر بيكلف قد ايه المسجون الدولة. اول حاجة لو راح خد اعدام ولا مؤبد بياخد له 20 سنة ولا 25 سنة، لو نقوله بلاش بيكسب 5000 ولا 4000 ولا 10 ولا 20، 5000 اللي ايه المفروض ان العائد بتاعه فترة السجن 1.5 مليون، والمفروض مش بيرفعوا له محامي ب 5000 ولا 10000 ولا 15000، محامي بملايين، يبقى ادي 1 مليون ولا 1.5 مليون، ادي 3 مليون جنيه. والمفروض ان ال 3 مليون جنيه دول المفروض يجيبوا عائد، ولما يعملوا له زيارات الزياره كل شهر ب 10000 و15000، وعلى ايه ده كله بيكلف؟ طبعا والقضاء بيتكلف والدوله وزاره الداخليه وزيارات ودوده، وفي الاخر بيسيب اولاده ويبقى عنده شاب هو مات وعنده اطفال اساسا عزمه هو مسجون ولا بقى في الاعدام، والزوجه تتطلق والاولاد يبقوا في الشارع بدل ما يبقوا اولاده مهندسين ودكاتره واطباء يبقوا في الشارع، وانا خلفت مجتمع يعني غير صالح، ده ما بيقدمش الدول. والسبب ايه؟ شيء بسيط، ده احنا عندنا لما في الصعيد الارض بتبور ونيجي الزرع خلص، مثل الايام هذه اللي احنا فيها دي اللي هو شهر اهلا الو 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 ايوه الاستاذ فاضل عبد الشافي صبرة، الرجل المجاهد حمامه السلام في مركز الغنايم ومحافظه اسيوط، ورجل فض المنازعات الاول. اهلا بيك يا استاذ فؤاد معانا. اهلا بحضرتك يا استاذ ايمن. بتكلم في قضيه تهم الشارع المصري وبصفة خاصة الصعيد، وقضية الصقر وما ترهقه وتكلفه والإرهاق والتكلفة، وشعب بيتخلف وأم سكلة وأطفال يتامى وزوجة مترملة وأولاد شوارع، أدي اللي بيخلفوا الصقر. إيه رأيك في الموضوع ده وإزاي نتخلص منه ونقضي عليه؟ والله يا استاذ ايمن حضرتك راجل صعيدي ونشهد لك بالكفاءة، وياما شفناك في فض منازعات على مستوى عالي، فهذه المشكلة اللي هي بتأرق الصعيد عموما مشكلة أزلية وقديمة وبغيضة، ولا شك انه بيعاني منها الصعيد كله، ودي حاجة بيرجع يعني تاريخها لتاريخ بعيد، والرسول عليه الصلاة والسلام قال عنها انها منتنة فاتركوها. فعلشان خلينا نتكلم في الاسباب ولا في حل المشكله مباشره، ناخد يعني ايجاز بكيف نقضي عليها. كلنا نعرف الاسباب وموجود وفترتها وجودها، كيف ايه الحل اللي ممكن نقضي عليها في الفتره القادمه ونتخلص منها بامر الله؟ يا استاذ ايمن في بالنسبه للعمليه حل مشكله السقر بتكون من جزئين، الاول علاج سريع لكن على المدى الطويل كمان يلزمنا بعض الإجراءات. فمثلا لو خدنا على سبيل المثال العلاج السريع وفي الأجل القصير، مبدئيا الإنسان المواطن لو حس أنه خد حقه مش هيفكر في ثأر. إذا محتاجين بيئة قانونية تحقق العدالة وتحقق القصاص لكل صاحب حق او صاحب دم. صحيح صحيح، وهذا بيذكرنا بالتاكيد او بيضطرنا حتى لو ما عندناش الرغبه ان احنا نحتكم لمبادئ الشريعه الاسلاميه في ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. نعم بالله، وليس اعدل من قانون الله سبحانه وتعالى في الارض. نعم بالله. اذن
لو أخذناها بالشكل المدني أو كذا فهو تطبيق قانون الإعدام للقاتل واتباع إجراءات الدية لأصحاب الدم، فإن قبلوا فكان ذلك إيه كان يعني مبدأ وكانت يعني قدوة للآخرين، تبدأ الناس تحتجي وأصحاب الدم يبدأوا يقبلوا بأي حل غير القتل، وإن نعتذر تحققت العدالة واقتص فهو برضو أخذ حقه. مبدأ دي نقطة أولى اللي هي النقطة البيئة القانونية. النقطة الثانية يا أستاذ أيمن، الصعيد كله منغم بالسلاح وكل الناس عندها سلاح، اللي حطه في الأرض واللي شايله في الغيط واللي شايله في الشارع. يجب إن مواطن صعيدي بلا سلاح أو سلاح مرخص في حدود ضيقة جدا، في حدود المتاح والناحية الأمنية والقانونية. الأستاذ فؤاد عبد الشافي صبرة، رجل فض المنازعات الأول، أشكرك ونأسف على المقاطعة لوقت البرنامج. فطبعا عشان نقضي على الحدود طبعا، وبناشد، انا كنت اخذت 45 يوم في الصعيد في مركز صدفه في ندوع السدادره، يا آلة راجح، واخص بيكم آلة راجح وآلة حمد، والحمد لله كانوا 8 طلعوا براءه من كام يوم، وقبلهم 3، وعقبال الباقيين ان شاء الله في قضيه كان راح ضحيتها 11 فرد واربع اعدامات، 4 في اعدام و4 مؤبد و15 تاني مؤبد. فكم بلد بحالها بتضيع وقوام وضياع، فإن شاء الله نرجو أن نتخلص ونحتكم لأهل ويكون الوقاية إيه؟ إن احنا نلجأ لأهل الحكمة والعواقل والمشايخ في وسط الدلتا، واخواتنا البدو بيحلوا بقاعدة عرفية وموجودة وبيتخلصوا من هذا الأمر تحت أي قضية، ونتمنى إن احنا نقضي على هذا الموضوع بأمر الله في الصعيد. شكرا لكم في هذا الفقرة. معانا إن شاء الله بعد كده البلد رايحة على فين؟ والإنجازات، ومصر بقت بين في أي موقع بين الدول، اللي هي إنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلنا نعلم، وطبعا في لا يعلم ولا يدرك يعني إيه بناء دولة. بناء الدولة مش إن احنا نروح نعمل فرح ونجيب 2000 فرد بدأت بيها رغم إنها كانت متأخرة، ونسيب الدكتور يسيب عيادته، المحاسب يسيب المحاسبة، وده يسيب الغيط بتاعه، وده يسيب المكتب المحاماة، يبقى ده استهلاك وبنزين وعربيات وقود، وناكل ونشرب ونعمل ونسيب كل ده. ده اسمه استهلاك، ده ما بيبنيش دول. ما جيش انا واقول في غلاء اسعار. طب انت عندك غلاء اسعار، امال بنتك بتجيب لها ب300,000 جنيه شوار ليه؟ او ابنك وبيقعدوا ممكن تقعد 40 سنة ما تستعملوش، بتجيب لها محل ادوات منزلية، وبتجيب لها 20 سجادة وممكن كنت محتاجة 3، تجيب لها مفروشات يعديها 50 سنة طب ما نجيب 3 اطقم، ما نجيب بطانيتين. فطبعا بدل ما انا اساهم نجيب شوار بسيط بدل ما ب 300,000 يبقى ب 70,000 60,000 في الملابس في الادوات المنزلية في ده وده، عشان نبني دولة. لان ما بتبنيش الدول ده، وال 50 60,000 او ال 100,000 او ال 100,000 زيادة نتحملهم في الفترة دي علشان ابني الدولة واساهم واتحمل غلاء الاسعار. يعني انا عندي بدل ما اصرف 3,000 اصرف 4، يبقى السنة ب 12,000، يبقى 60,000 اتحمل 5 سنين زيادة اوفرهم من شوار بنتي او ابني. يعني نكون شعب متقدم متحضر كي نبني الدولة. الدولة بتتبني بإيه؟ الدولة بتتبني بشبكة طرق وكباري عشان ييسر علينا الوقود والماء. ألو؟ 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 ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المستشار أكرم عبد الظاهر العمدة، المستشار بوزارة الخارجية بلندن، اهلا بيك اكرم بيه. اهلا وسهلا، زي حضرتك يا باشمهندس. الله يخليك. نفسي يا اخي افسح، قلت لي وعدتني مرتين ثلاثه تبعت لي تاشيره وتقول لي تعالى اقضي لك 15 يوم 20 يوم بدل فض المنازعات والحوارات والسياسه وده وده. نفسي اريح شويه يا اخي. تشرف لندن. ربنا يخليك يا اكرم بيه. وتحقيق وانجاز جديد، والكلام ده بنشوفه بمعاصرتنا للناس اللي عايشه معانا بره، وكلمه حق منهم في حق مصر وفي حق الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بصراحة إنجازات تشرف وربنا يوفقه. والحاجة الجميلة إن هو وضع تطورات في كل شيء، من الناحية الاقتصادية، في المواصلات، في الصحة، في بناء القرى اللي هي الجديدة. طبعا العشوائيات اللي قضى عليها دي إنجاز كبير كبير جدا. احنا كمواطن مصري دايما نبص على في اسعار غاليه يبقى كانه الريس ما عملش حاجه، في اسعار رخيصه ومفيش غلاء يبقى احنا بخير. ده ما بيبنيش الدول، ده ما بيبنيش الدول يا جماعه. ده اشكرك المستشار اكرم، ونتمنى نشوفك في لقاءات اخرى ومداخلات اخرى، واسفين على المقاطعه. طبعا انجازات الرئيس يا جماعه كتيرة، وشبكة طرق 8000 كيلو وكباري، علاج فيروس سي والقضاء عليه 100 مليون صحة، القضاء على قوائم الانتظار في العمليات والعلاج. طب التأمين الصحي الشامل، لما تكون واحدة بتغسل كلى وتقعد تغسل سنة 2 3 4 5 والجلسة ب 1000 جنيه، يبقى 13 جلسة في الشهر ب 13000، يبقى السنة ب 160000، 5 سنين بمليون، وعلاجه ده على حساب مين؟ ومنظومة التأمين الصحي دخلت حاليا وتعممت في بورسعيد والاقصر والاسماعيليه، وهتعمم على مستوى الجمهوريه. تركز حاجه جميله جدا وفيها اعجاز وفيها ايجاز، يكفي ان احنا بنعمل بناء الدوله ده في عهد السيد الرئيس في ايه؟ واحنا طالعين من ثورتين. ده انت لما تطلع من ثوره ويكون عندك تنظم الناحيه الامنيه وتقضي عليها ويبقى في امن في البلد، ده يكفي. العشر ثورات الاخيره اللي هي روسيا، كوبا، العراق، فرنسا، إيران، ألمانيا، العرب، مصر 52، ما فيش ثورة وكان وراها بناء في وقت وجيز مثل ثورتنا احنا، أو الثورتين اللي كانوا 25 يناير و30 يونيو، بناء قضينا على الوضع اللي كان غير أمني وابتدينا نبني الدولة وبسرعة وبعجلة. يعني ده إنجاز لوحده، وسرعة المشاريع وسرعة البناء ده بيتحقق، وبقينا بمعدل نمو 5 و6%، وعندنا استزراع سمكي، وعندنا يا جماعة عاصمة إدارية. واحد يقول لك أنا خدت إيه من العاصمة الإدارية الجديدة؟ واحد يقول لك أنا خدت إيه من مدينة العالمين الجديدة؟ أنت زعلان بقول لك دول الأغنياء. يا عم الغني والفقير وراجل الأعمال ولاعب الكورة والفنان والراجل المستثمر أو السائح هيجي يشتري الشقه 30000 40000 50000 ب 3 مليون ب 10 مليون ب 15 مليون وهيخش في خزانه الدوله وتصرف ويبقى العائد على الراجل الفقير. لما بيتكلم يبقى سياحه، لما بيربط بقطار سريع ما بين العاصمه الاداريه الجديده ويروح بيه العالمين عشان يعمل رواد للسياحه. يا جماعه ده احنا عندنا 14 مليار فقدناها اللي هي دخل السياحه. يعني احنا عندنا دلوقتي الدخل القومي اللي هو يتمثل في تحويلات المصريين بالخارج وقناه السويس. قناة السويس واحد يقول لك عملت ايه الجديدة؟ لا، عملت مليار 800 مليون دولار، جابت العائد بتاعها في 4 سنين، ادي اللي جابته قناة السويس. وعندنا تحويلات المصريين بالخارج، وعندنا الصادرات، وعندنا السياحة. فالسياحة، قطاع السياحة واقع. كتر خيرنا اللي بنبني الدولة دي والحمد لله بنيناها وحطيناها. طب في حاجة جميلة جدا، تعال احسبها. العشر جيوش الأولى في العالم أو الـ15، احنا الجيش التاسع على مستوى العالم. هتلاقي الـ15 جيش الاولانيين كلهم في مجموعه الـ20 الاقتصاديه اللي هي امريكا ام 22 تريليون دخل قومي، اللي هي الصين ام 12 تريليون، اللي هي اليابان ام 4.9 تريليون، اللي هي فرنسا ام 3.2 تريليون، اللي هي الهند ام 3.2 تريليون. انت لما تتصنف التاسع، والحمد لله ده عمل شخصيه قويه للدوله وبناء. يا جماعة احنا ليلة جيشنا العظيم، امال ايه؟ شعب العراق ما زينا، وشعب فرنسا لبنان زينا، وشعب الكويت ليبيا زينا، واليمن زينا، وتونس زينا. احنا نهضنا وبنينا وبقينا دولة وتقدمنا ليه؟ بسبب ان في مؤسسة اسمها الدولة، وفي مؤسسات، وبقيادة السيد عبد الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقيادة جيشنا العظيم اللي هو خلى فيه قوه وشخصيه ليك وسط الدول. يا جماعه احنا في دول في محور الشرق الاوسط، محور
عندك من الجنوب، ادي تركيا، وادي قطر. قطر دي اللي انا مسميها قطره، لو تفتكر كنا بنحط القطره بعينينا اسمها قطره كده عشان لما الواحد يكون عينيه شوف عامله ايه عشان شويه اقتصاد وفلوس معاها. واحنا وادي الدول من الشرق وادي من الجنوب، فكلنا فين حقل زهر يا جماعه والبترول، ولسه في استكشافات اخرى، ولسه في محور المحموديه. انا راجل من اسكندريه، اهلي انا من اسيوط من الغنايم ولكن بقتم في اسكندريه. محور المحموديه اللي كنت بعدي عليه ولا اي ورد نيل وزباله اسف في اللفظ، يتعامل النهارده 8 حواري وكبر وكباري مشاه. اقول لك هدد هد المساجد، اشهد الله والله وليس مطبلاتي كما يقولون، ولا احب هذا اللفظ ولا في شيء يجبرني على ذلك. انا بعدي بلاقي كل مكان اتبنى فيه مسجد وملعب وقاعه افراح ومناسبات وحمام سباحه وايه وجناين، والشقة ام 150 الف بقت ب 800 الف. ده بناء ولا اسميه ايه؟ الراجل ده بينهض بالدولة ولا اسميه ايه؟ الاستزراع السمك يقول لك ما هو رخص السمك. هو الدول المنتجة للبترول الكويت والسعودية والامارات وقطر اللي داخلها عليه، لما واحد بيروح البنزينة بيفول العربية فاولها ببلاش تحت ما هو بينتج بترول؟ لا يا جماعة، بس بيديني اكتفاء ذاتي وان شاء الله هنحصد ونحصد الافضل واللي جاي. وطبعا بقيت القضاء على العشوائيات، تعالى في انا بشار الخير في غض العنب، بشار الخير في غض العنب بقى في حمام سباحة، في ملاعب كرة، وفي جناين، وفي شوارع منظمة، وفي حاجات جميلة وحاجة أدمية. كان الواحد يبص يلاقي الكشك الحديد وفوقه شوية زبالة وعشرين واحد سوري في التواليت أو الدبليو سي أو دورة المية يبقى عامل مشترك، حاجة غير أدمية خالص. لما نقضى عليها يبقى بنبني دولة ولا ما بنبنيش دولة؟ وزعلانة تقول لي الحديد ب 6000 بقى ب10، أو الأسمنت كام بكام بقى بكام، أو السعر ده. بناء الدول بيبقى بالشكل ده. إحنا كنا في 30 سنة وأفضل 30 سنة مرت أيام الرئيس الأسبق أو السيد الرئيس رحمة الله عليه حسني مبارك، 30 دولة ما بنيناش حاجة، ولا بنية تحتية ولا مرافق ولا ده ولا ده. واحنا شوف بنينا ايه في 6 سنين وحاجات كتير كتير، قناة السويس الجديدة، بناء مدن جديدة، انفاق الاسماعيلية وبورسعيد وربط الشرق بالغرب، وهنعمل وهنزرع في سينا وهنزرع فيها وتقسيم اراضي، زراعة 1,500,000 فدان تعال نوريهم لك، وتعالى نقول لك اكتشاف حقل زهر احنا اتكلمنا عنها، وهناك استكشافات اخرى جايه، واستزراع سمكي واتكلمنا فيها، تطوير وبناء مطارات جديده، الصوب الزراعيه وبقى الجيش. واحد يقول لك ايه العقيد فلان قائد الجمبري، طب بدل ما يجيب دكتور بيطري ولا مهندس زراعي ويدي له 10,000 خلص ظابط واحنا شغالين، واحنا جيشنا في حاله مدنيه وكويسه، ورغم ان عندنا ارهاب وعندنا حرب في سيناء والحمد لله قضينا عليها من اكتر من جهه، هي الطيران والضرب والقضاء على الارهاب ده مش بياخد دولارات وبياخد صواريخ وبياخد مدفعيه وبياخد اسلحه بفلوس وبدولارات، ده لو عندنا الجو رايق وحلو كان هيبقى شكلنا افضل من كده. والحمد لله محطات كهرباء وبينا نصدر بعد ما كان النوري بيطفى اكتر من كده، ارتفاع معدل النمو 5.6 واخد بالك، واكتر من كده البادئ في بناء 10 جامعات والسرعة واللي بيتقال بيتبني، وسواد الرئيس ما بيسيبش للإعلام يوصل لنا المعلومة، هو معانا أول بأول في كل مؤتمر وفي كل لقاء وكل افتتاح وبيوصل لنا الصورة، يقول لك الشهر الجاي يتفتح الشهر الجاي، بعد 6 شهور يبقى 6 شهور، بعد سنة يبقى سنة، هنبني 20 كوبري يبقى 20 كوبري، هنعمل عاوزين مصداقية أكتر من كده إيه؟ فده بناء الدول، القضاء وطبعا يعني مش هقدر اقول قد ايه انجازات الرئيس وعددها هي كتيره، واللي جاي اكتر ان شاء الله، وبامر الله هيبقى شكلنا افضل بامر الله. بعد كده ان شاء الله معانا موضوع مهم واحنا بصدده الان، وهو ايه؟ الانتخابات. طبعا الانتخابات احنا خلصت الغرفه الاولى مجلس الشيوخ، واحنا طبعا كان مجلس الشيوخ عباره عن 300، المفروض 100 قايمة و100 فردي، وطبعا كانت اسكندرية كمحافظة ليها كانت 7 قايمة و7 فردي، وانا كمحافظة اسيوط بضرب بيهم المثل دايما اسكندرية واسيوط، لان انا من رأس مسقط رأسي اسيوط الغنايم، وانا بعيش وقت في ايه؟ في اسكندرية، واسيوط خلت 4 فردي و4 قايمة بالنسبة ايه؟ لمجلس الشيوخ 8، فكانوا الاعضاء 100 قايمة على 4 قوائم، جنوب الصعيد من الجيزة وال11 محافظة عبارة عن 35 عضو، وطبعا الدائرة دي الدائرة الثانية، والدائرة الأولى اللي هي القاهرة و6 محافظات
وسط الدلتا 35 عضو، والدائرة الثالثة ومقرها الشرقية 7 محافظات وهي 15 عضو، والدائرة الرابعة ومقرها الإسكندرية، إسكندرية والبحيرة ومطروح 15 عضو، دول اللي هم المية، والمية القايمة والمية الفردي اللي هم مشكلين، والمية اللي هيعينهم الرئيس إن شاء الله. وفي أول دور انعقاد الفصل التشريعي اللي جاي يوم، وانعقاد أول دور انعقاد يوم 18/10 دعاله الرئيس، هيبقى فيه المية المعينين. وبطلب من سيادة الرئيس إن شاء الله بأمر الله إن كان مركز الغنايم حتة معنوية وحلوة، لأن القايمة جات في الغنايم لم يحظى الحظ ولم يحالفها النصيب في أن يكون فيها أحد المرشحين في القائمة، وهو النائب الخلوق محمد عمر رشوان، لم يحالف الحظ. فطبعا نجح في الفترة في الشيوخ 2 من صدفة، الأستاذ محمد صديق محمد فهمي صالح، والأستاذ محمد سلمان، والأستاذ عادل العجاري 3، وطبعا فيه 2 جايين في الحزب بالنسبة لأبو تيج وصدفة. فإن شاء الله إن حلفنا الحظ ووفقت الغنائم وأخذت مقعد إن شاء الله خير، إن لم يحالفنا الحظ والتوفيق لأن عدد ناخبين احنا قليل بالنسبة للمركزين المجاورين اللي هم صدفة والغنائم، صدفة وأبو تيج، وطبعا والغنائم بقوا دائرة واحدة اللي هي الدائرة الرابعة في أسوط حاليا، فعددنا قليل بالنسبة للعدد الناخبين. فإن شاء الله نأمل من السيد الرئيس إن يعين لنا واحد في مجلس الشيوخ من أبناء الغنائم. الو 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 يا دكتور عبد الله. الو يا دكتور. يا دكتور اهلا يا استاذ ايمن. اهلا بيك يا دكتور، معانا الدكتور عبد الله هلال الصديق العزيز. اهلا وسهلا. رئيس قسم المحاسبه جامعه اسكندريه واخويا، نورنا في البرنامج يا دكتور. بنتكلم بصدد موضوع احنا بيه يعني، والجولة الاولى هتبقى يوم 24 و25 اللي هو انتخابات الغرفة الثانية اللي هي انتخابات مجلس النواب. تدينا نبزع عن الانتخابات حضرتك يا دكتور. هو طبعا الانتخابات من الامور الهامة، وحق للمواطن ان ينزل يدلي بصوته، بس في ذات الوقت كمان الإعلام عليه دور مهم جدا لتوعية المواطن، لأن احنا عندنا شريحة كبيرة من المواطنين ذو أمية سياسية. بمعنى ان شريحة كبيرة من الناس في مصر عندها جهل بعملية التصويت عشان أضمن ان الأصوات تبقى أصوات صحيحة. بدل ما كل الناس تقبل على الانتخابات، وبعد كده ألاقي جزء كبير جدا من الأصوات باطلة، يبقى دور مهم على الإعلام دلوقتي إن أنا أوعي الناخب يعمل إيه، خصوصا إن بيختلف عدد اللي هيتم انتخابهم في كل دائرة. دائرة هينتخب فيها 4، دائرة هينتخب فيها 3، دائرة هينتخب فيها 2، دائرة هينتخب فيها 1، صحيح، بالإضافة للقائمة طبعا. طبعا. وبالتالي الإعلام عليه دور مهم جدا عشان المنظومة تكتمل. يبقى اللي نازل في كل دايرة عارف هينتخب كام واحد بالإضافة للقائمة. ده أنا شايف إن دور مهم للإعلام، والإعلام للأسف مقصر فيه. أنا ما شفتش برنامج إعلامي دلوقتي طالع يوعي الناس طريقة الانتخابات، وخاصة إن الانتخابات اختلفت عن البرلمانات السابقة والطرق بتاعتها، فالمفروض نوعي الشعب ونوعي اهالينا وخاصة الاميين واهل الريف والنجوع والقرى على طريقة التصويت. اشكرك الدكتور عبد الله هلال رئيس قسم المحاسبة جامعة الاسكندرية على المداخلة. فطبعا يا جماعة احنا عندنا مجلس النواب عندنا 4 قوائم، القائمة الاولى بالنسبة لمجلس النواب عبارة عن 100 عضو، ومقرها زي ما قلنا نفس وضع مجلس الشيوخ القاهرة وست محافظات، والقائمة الثانية الجيزة وجنوب الصعيد 100 عضو، والشرقية شرق القناة وسط شرق الدلتا والقناة ومقرها الشرقية و7 محافظات 42،
وغرب الدلتا ومقرها الاسكندريه 42، يبقى دول 284، و 284 فردي في 143 دايره على مستوى الجمهوريه. وفي اكتر طبعا دايره فيها زي ما قال الدكتور عبد الله معانا، دايره فيها 2 ودايره فيها 3، فروحوا ادلب صوتك. يعني دايره زي دايره اسكندريه الدايره السادسه فيها 4 اعضاء، تروح تلاقي قايمه قايمتين موجودين، هتلاقي ورقه فيها القايمه، اختار من القايمه واختار 4 اعضاء، لقيت 40 مرشح، 50 60 70، اختار 4، اخترت 3 يبقى الصوت باطل، اخترت 6 الصوت باطل. وبرضو لاهل دايره الغنايم وصدفه وبتيج اللي هي الدايره الرابعه فيها 2 مرشحين، فيها اكتر من مرشح، 24 مرشح، اختار منهم 2، اخترت 4 الصوت باطل، اخترت 1 الصوت باطل، واختار منهم 2، وزي ما تلاقي قايمه قايمتين 3، لان في اكتر من قايمه مختلفه عن بجوار القائمه بجانب القائمه الوطنيه من اجل مصر، وهتنتخب فيها. نجي بخصوص الغنايم، وبترجى من سياده الرئيس ان لم يحالفنا الحظ مره اخرى، لان احنا الغنايم فيها عدد الأصوات بالنسبة للدائرة الرابعة أبو تيج 207 ألف صوت، صدفة 119,650، الغنايم 86,560 صوت. فطبعا في العصبية والقبلية زي ما تعودنا في الصعيد، وكل واحد دايما بياخد في المكان اللي تربى فيه وعاش وليه أصدقاء وحبايب وتصاهر وتناسب ونسب مع اللي موجودين وشراكة في التجارة، فده بيحقق له أصوات. فاحتمال فوز مش هنقول، اتمنى ان نلاقي من اهلنا الخمسه المرشحين في الغنايم مرشح يفرح اهل الغنايم معنويا، وان لم يحالفنا الحظ، وان شاء الله يحالفنا الحظ، هيكون لنا نائب في البرلمان، وان لم يحالفنا الحظ فهناك 5% معينين هيبقوا من قبل الرئيس وهم يمثلوا 28% اللي هم 5%، لان المجلس اللي جاي هيبقى 596 مثل البرلمان السابق. وطبعا هيبقى يوم 10 يناير 2021، عشان ما يبقى فيش فراغ تشريعي، لان المجلس النيابي السابق هينتهي يوم 9 في شهر ايه، في شهر يناير بالنسبة ل 2021. وطبعا بالنسبة للمرأة اخذت دور كبير، واخذت ماشي نشوفه برضو مشاكل أبناء الغنايم، لو حضرتونا الفيديو في الإخراج نبذة عن مشاكل أبناء الغنايم. ويحكي طلبة الجامعات على عدم حضور المعاد المصمود المحاضرة، حيث أن أغلبية الجامعات دلوقتي تبدأ بتسكن المختلف فقط وليس ابنها، وليس ابن البلد، نعم، المركز المحافظ نفسي، فجميع الطلبة بيسافرون يوميا الصبح ويرجعون الساعة الثانية الظهر، هيقفوا حسب المحاضرة. لأن مصر بهذا الطريق من السادة المسؤولية. تمام؟ رقم 2 الإدارة الصحية بالغنايم والصحة بالغنايم ومستشفى الغنايم لا يوجد بها أجهزة ولا عناية ولا يوجد بها أي علاج. نظرة للإدارة الصحية وهو مستشفى الغنايم المركزي من الحكومة الفارغة. ثالثا الظهير الصحراوي الغربي لمركز الغنايم، حيث مركز الغنايم يحدها من حد الشرقي والارض الزراعيه والحد الغربي. فطبعا المراه حظيت، وطبعا اختنا وامنا وبنتنا وزوجتنا لها تمثيل خمسه، يعني القايمه عندنا احنا دلوقتي 242، القايمه ال 284 اللي هم 100 و100 و42 و42 نصهم 142، لازم الدستور نص على ان يبقى نصهم مراه، هي 25%، زائد ان ممكن يبقى في الفردي في امراه عضوه 2 3 4 5 10 زائد، لازم يمثلوا ال 25% تمثل في القائمه علشان تبقى موجوده. بالنسبه لبعض مشاكل الغنايم كابن من ابناء الغنايم انا، والموضوع اللي انا بتكلم بصدده وعايزه ويهمني ان انا اتكلم بصوت المكان اللي انا اتربيت فيه واللي هو اهلي وحياتي كانت لفترة شبابي في الغنايم. عندي الطريق العام على اسيوط بياخد ساعتين، عندنا طبعا مدينة اسيوط من اغلى المدن في جمهورية مصر العربية،
بل ممكن تكون الاغلى، عشان طلبه ياخدوا شقه ب 3000 4000 ويروح يدفع 1000 جنيه لا ما يقدرش الطالب، فبيقعد في مدينه الغنايم لان احنا جنوب اسيوط المركز الملاصق او المدينه الملاصقه لمحافظه سوهاج، فبياخد ساعتين والطريق وحش جدا وما بيقدرش عشان يحضر محاضره ياخد ساعتين راح ساعتين جاي، يبقى مش هيحضر محاضره، وعندنا بنات واحنا كاهل صعيد بنخاف عليهم ويتاخروا بالليل وما فيش مواصلات. طب لو عندي مريض بينزف ولا متعور ولا فيش المستشفى العامه يا جماعه في وبخصوص الطريق، وكون عندي مريض بينزف ولا تعبان ولا مريض من ما يوصل اسيوط هيكون مات. عندي المستشفى يا جماعه فيها نقص بالاجهزه الطبيه وبالاطباء، والكيان موجود شويه اهتمام بس، ويبقى ونشد الدكتوره هاله زايد ان تبص لنا في الحته، لان احنا موضوع الصحه مهمل جدا وخاصه اللي يكونوا بعيد عن قلب المحافظه. انا عندي الظهير الصعب، بتقول لي بلاش الارض الزراعيه، كويس تمام. طب ما عنديش، احنا دلوقتي البلد في سفح الجبل والارض الزراعيه لا. طب انا عندي ظهير صحراوي يحل مشكله الغنايم. يا جماعه الغنايم ما فيهاش ورشه احذيه، سوري، ما فيهاش مصنع صغير بتاع نسيج، ما فيهاش مصنع حصيره، الغنايم ما فيهاش كما نقول في 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 اسكندريه والقاهره وكاله للخضار والفاكهه، او كما نقول في الصعيد شادر. فانا عاوز اعمل شادر في الظهير الصحراوي وارفقه، اساسا مش عاوزين صرف صحي لان ممكن يقعد 50 سنه 60 سنه من غير صرف، وفي كهرباء ما فيش غير اوصل له خط ميه، والارض شبه ممهده، واعمل توزيع فيها واعمل له 50 70 80 محل، واعمل اناشد السيد المحافظ اللواء عصام سعد ودولة رئيس الوزراء، واناشد المسؤولين والمسؤولين عن ذلك يرعنا بينظرنا بنظرة. يا جماعة هات لي الخريطة بتاعة الغنايم على محافظة اسيوط يا استاذ محمد، هاتها لي على الشاشة عشان يبصوا عليها، وعاوز اقوم انا ابص على خريطة الغنايم. بلد صغير فقير جدا اقتصاديا لكن غني برجاله وبشموخهم اللي في ليبيا واللي في مصر واللي في القاهرة واللي في السعودية واللي في الكويت، وبنكتح وبنبنوا وشعب مش استهلاكي بيبني دولة. الصعايدة دول بفضل الله مش عشان انا منهم، فعلا مثال لبناء الدول. وطبعا ما عندناش المية الجوفية ولا يوجد يعني مصانع، وعاوز يعني لما نعمل انا شادر الخضار او الوكالة بتاعت الخضار دي بيبقى فيها 50 محل، ال 50 محل عبارة عن 3-4 اللي هم اصحاب المحل، 2 محاسبين، 4 يسوقوا عربيات، 3 اللي ينزلوا الخضار والفاكهة، يبقى خلق 600 فرصة عمل موجودة بيهم. اكتر اللي يعني فلازم نبص له الظهير الصحراوي هو الحاجة الوحيدة اللي هتحل مشاكل الغنايم. السكن عشان اعمل لي 20 عمارة 30 عمارة، الشقة يا جماعة احنا عندنا الشقة في الغنايم بجوار المدافن او الترب او المقابر ب 350,000. احنا مش في دبي، احنا عندنا دخل بسيط، طب نجيب منين عشان ما فيش والمساحه ضيقه، رغم ان اكثر من 50% مهجر داخلي وخارجي من الغنايم. واللي اهم واللي اهم واللي انا عايزه بنك، وتخصص فيه وتكلموا الاعضاء السابقين جزء منهم، بنك اهلي، بنك مصر او بنك القاهره او الاسكندريه، لان اللي بيحول في ناس كلهم رايحه صدفه رايحه ابو تيدو رايحه اسيوط عشان يروح ياخد دور من الساعه 5 عشان يحول له واحد اخوه 2000 جنيه ولا 4000 ولا فلوس جايه من السعوديه ولا فلوس جايه من فرنسا ولا فلوس جايه من القاهره وتحويلات، فمحتاجين بنك ضروري نظره لاهل الغنايم. القضاء على البطاله يا جماعه، انا عاوز الشعب المصري ده يبقى زي يبقى منتج. هي الصين بقت ليه في 35 سنه 40 سنه؟ لانه كله شعب منتج. ايه معنى منتج؟ يعني اساسا دوله تاني اقتصاد في العالم، وهيتكلموا بقول لك بعد 20-30 ولا 35 هيبقى من يمكن الاقتصاد الاول بسبب ان كله بيشتغل. انا عاوز محدش يشتغل غير الطفل المريض الشيخ او الراجل العجوز، الست تشتغل في البيت، الدولة تمحور امور وتروح تودي لها شوية نسيج شوية مشاغل شوية بعض الامور، وتعمل حاجز او تحصى وتعمل عدد واحصى للي هم مش شغالين وعندهم بطالة وودي لهم، يبقى الست تشتغل. الراجل انا عاوز اتصور جزء بسيط بفكر البسيط المتواضع للبطالة، ازاي نقضي على البطالة؟ في مانع ان انا اخد 500-300 في مركز الغنايم في مركز صدفة في مركز قوم حمادة في اطفو في ووديهم مصنع صيانة السيارات ويشتغل ويتعلموا يبقوا كده بقى ما فيش بطاله، ويطلعوا بعد كده يعملوا ورشه. اخد 300-400 اوديهم مصنع نسيج في المحله، اخد 500 اوديهم مصنع السجاد، اخد 400 اوديهم مثلا وليكن مصنع سيراميك، يبقى كل الشعب ده يتعلم
وينتج وبعد كده يطلع هو يكون كمساهمة بسيطة في ان هو يقدر يعمل المشاريع البسيطة المتناهية الصغر ما بينهم وما بين بعضهم، بس حط رجله على انه يبقى منتج. ومش عاوز اقول اجرم اللي ما بينتجش، اللي ما ينتجش ملوش مكان وسطينا، ملوش مكان بليه. وعاوز اقلل في الشعب المصري الاستهلاك، الاستهلاك عندنا يا جماعة ياما. انا راجل من اسكندرية، كان في مكان اسمه الداون تاون هدم الان وكان واخدينه حق استنفاع، تروح تلاقي فيه 600 قاعة افراح، تروح يوم الخميس والاربعاء والثلاث تحجز 8 شهور 9 شهور، تروح الفرح تلاقي جاتوهات وعصاير ومكسرات وحلويات وجميع المأكولات و2000 نفر 3000 نفر وما بناكلش 5% و95% هالك، ويقول لك الدولة فقيرة، ويقول لك في ناس مش لاقية. عاوزين نبقوا نرشد استهلاكنا. ادينا عاوز اقف انا وابص على الخريطة بالنسبة لل الخريطة فين كان المفروض. طيب انا عايزك تجيب لي جزئية الغنايم اللي هي بالموف في اقصى. طيب انا عاوزك، انا كنت افتكرت انها على الشاشة الكبيرة من ورا عشان كنت عايز احط عليها. هات لي الغنايم كبرها، هتلاقيها في اسفل الشاشة من تحت اللي هي بالموف. حجم الغنايم هاتها وكبرها على الشاشة وخليها عندك. بص الغنايم ما تسويش سبع ديروت ولا القصية ولا منفلوط ولا سدس البداري، سلس ساحل سليم، مركز صدفة، فمركز فقير اقتصاديا، فعاوزين يتبصلوا. يا سيادة المحافظ انت رئيس جمهورية اسيوط، انت اللي توصل صوتنا يا سيادة اللواء عصام بيه سعد. ارجو من حضراتكم توصل المسؤولين والقائمين على هذا الامر. انت بالشريط دريت ادي الموف، احنا تلت صدفة، خمس ابو تيج، خمس سدس البداري. بص على الخريطة بتاعتها. وطبعا لنا احنا شعب ما بنكافح وبنكد وبنتحمل وبنسابر وشعب صبور ان شاء الله. بالنسبة لبعض عندي نقاط بسيطة. يجي احنا شعب عاطفي، يجي واحد يقول لك ايه يعني، تعالى في الهانوفيل عندنا في العجمي، في حي العجمي اللي اسكن فيه، السوق كده تلاقي واحد ايه خمس ست بقى جائلين وجايه الازاله وبتشيلهم، تلاقي الناس يشتم على الحكومه ويشتم على الشرطه والبائعين زعلانين. طب انت خمس ست انفار بيكسبوا 1000 جنيه، يخلوك بدل ما انت بتمشي بالعربيه مشوار ياخد 5 دقايق او 10 دقايق يقعد ساعه. يعني احنا عشان خمس ست بقى جائلين بيكسبوا 1000 جنيه نكلف الدوله 800000 جنيه؟ ده ينفع؟ ادي الشعب العاطفي ويقول لك منهم لله وادي الدوله ويشتم عليها. طب ده بيبني دول؟ ده ما ينفعش. يجي لما تبص على بعض الامور اللي هي الله ان شاء الله. طبعا اتمنى زي ما بقول للمخرج احنا قربنا نختم. طبعا انا بشكر حضراتكم واتمنى اشوفكم في لقاءات جايه ان شاء الله. بدعوكم انا لبرنامج ثواني اللي هو هيكون المنصة اللي نزل لي التليفون بتاعي بعد اذنك على الشاشة 0122393 0. برنامج المنصة الثقافية اللي هو هنكون 32 فريق عبارة عن مركز ثقافة او جامعة او كلية او مركز شباب، عبارة عن 4 و4 واسئلة اجتماعية وثقافية ومعلومات عامة في برنامج، ونجيبهم على الهواء ونثقفهم عشان يذاكروا ويجتهدوا ويبقوا موجودين معانا. الرقم 0122 39 30 14. وخد رقم تاني ده واتس علشان الرقم التاني، الرقم التاني 03-6868-421. دول الرقمين الشخصيين بتوعي عشان نتواصل نعمل هنسمي البرنامج المنصة الثقافية، وهنعمل 32 فريق من يوصل دور 16 دور 8 دور 4 على جميع مستوى جمهورية مصر العربية. ممكن تكون جامعة كلية حقوق مع كلية تجارة، المجمع ده مع المجمع ده، مركز شباب ثقافة او نادي او شركة او كذا، 4 افراد و4 افراد، عبارة عن اسئلة شبيه بالعباقرة وحافظ ولا فاهم. واتمناكم ان شاء الله ونشوفكم في لقاءات قادمة وحلقات قادمة. وانزل وشارك، واللي اهم من كده بلاش نكون شعب مستهتر، مش هيعمل لنا الحاجة البوس والاحضان. خلينا وخلي بالك من الاجراءات الاحترازية. اشكركم والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.